بوضعيات جسدية مختلفة وتقنيات تنفس وتأمل، تحرص عايدة على استرخاء النسوة هنا للولوج بهن إلى مربع الراحة عن طريق تمارين يوغا ما قبل وبعد الولادة. يوغا prénatal et postnatal permet à la femme enceinte d'avoir un équilibrage hormonal tout le processus de sa grossesse qui lui permet de sécréter les bonnes hormones en même temps d'avoir une meilleure grossesse équilibrée. المرأة الحامل elle va la déstresser, c'est-à-dire pour l'accouchement et pour la préparation de l'accouchement. هذه حاجة مليحة بزاف، يعني كما نقولوا حنايا فيها فائدة pour son psychique. Pour sa santé mentale aussi, ou t'aouna inchallah pour l'accouchement, c'est-à-dire, vous savez, parce qu'on a toujours des surprises. Ou chnout kun mutahadara yani nafsiyin l'akhor. Ou lil mar'a l'mordi'a gana, pour éviter le stress, c'est-à-dire, bach yjiha l'halib gana, pour qu'elle puisse, c'est-à-dire, bach taqdir tarda' le bébé dialha. تساعد الأخيرة على التوازن الهرموني للمرأة طيلة فترة الحمل، ما يحضرها تلقائياً للولادة الطبيعية بعيداً عن العمليات القيصرية، وفي نفس الوقت تعتبر تمهيداً لمرحلة الرضاعة الطبيعية. هو لازم نروحوا بالمنطق، ما نخافوش حاجة جديدة، وميم طون صديق كوم انا نخدم بزاف افيك لي ميديسان اي ديفيرون ديسيبلين، سي بيان دو بروموفوار لو يوغا برينتال اي بوست ناتال بور لي فام، صديق سي اون اكتيفيتي كي تخليهم يكونوا ملاح في لو كور تاعهم، يكونوا ملاح في لو كوتي مونتال وفي لوغ ايموسيون. المرأة الحامل عندها الهرمونات نسبة تاعهم طالعة شوية، فلذلك راح يعاونها سيتادير في تحسن نوعا ما من الهرمونات تاعها، وتكون يعني كما نقولوا حنايا نوعا ما منضبطة. سواء المرأة الحامل اللي عندها دي سوسي دو سونتي ولا المرأة الحامل العادية، يعني سون بارلي دو سيزاريان اللي راهي بروغرامي ولا اللي راهي نون بروغرامي، سا أيير ليسبري دون لو سونس اي كو تخفف شوية الضغط عليها. تمنح يوغا ما قبل وبعد الولادة قوة لجسم الأم ومرونة في الحركة، وتساعدها على تخطي مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة، وهي تمارين تساعد خاصة السيدات اللواتي تعانين من مشاكل صحية أثناء الحمل.